جاستن سيرينو للكابتن هشام بن صالح وكيل اعمال اللاعب جيرالدو. يا كابتن هشام انا برحب بحضرتك. يعني الو كابتن هشام انا برحب بحضرتك. الو الو سامعني يا كابتن؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ اهلا وسهلا. يعني كابتن هشام قبل الهوا، الحمد لله استاذ عمر، لا باس. اهلا بحضرتك. قبل الهوا يمكن كان في تواصل ما بيني وما بين اللاعب الاورجواياني جاستن سيرينو وكابتن هشام، ويمكن اكد لي ان في مفاوضات جاده جدا ومفاوضات متقدمه مع جانب النادي الاهلي، ولكن اللاعب رفض ان هو يظهر في وسائل الاعلام هو او حتى وكيله، وبالتالي الاهلي بيحاول في الوقت الحالي ان هو يضمه، ولو الاهلي ما نجحش هيكون ان شاء الله ضمه في موسم التنقلات الشتويه القادم اللي هيحدده الاتحاد المصري لكره القدم. وبالتالي يا كابتن هشام يعني عذرا، يعني اعتقد ان اللاعب لو الاهلي تعاقد مع سيرينو اللاعب اللي الاهلي هيأيده مكانه الاقرب هو جيرالدو. هل الكلام ده حضرتك سمعت اي حاجه منه؟ هل حصل كلام جديد من جانب الاداره مع جيرالدو ان الفتره اللي جايه جيرالدو الاهلي مش هيكون متواجد معاه؟ يعني اكيد كلام ممكن يكون في جديد عن اخر مره احنا اتكلمنا فيها مع بعض. استاذ عمر، انا الاداره ما كلمتنيش خالص، هذه معلومه باش تكون معناها معلومه نقولها لك في مباشر وفي برنامجك. الاهلي المصري لم يتواصل معي بخصوص اللاعب جيرالدو دا كوستا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا يهمني مصلحه اللاعب وقلتها قبل ودوما اقولها، مصلحه اللاعب قبل كل شيء. تمام، انا بتواصل مع اللاعب بتاعك. تمام، ما فيش اي حاجه بالنسبه لموضوع جديد في جيرالدو دا كوستا بخروجه او بجلوسه في الاهلي المصري. اللاعب مواصل في الاهلي المصري، والدليل ان هو تسجل في القائمه الاوليه من الفريق. هذه المعلومه اللي انا اكدها لك 100%. بالنسبه في جديد في عرض في خروج حاليا، نقول لك مستبعد كثير خروج اللاعب حاليا في الفتره دي. طيب كابتن هشام، قبل كده انا سمعت وعايز حضرتك تاكد المعلومه يعني من صحتها او مش صحتها. انا عارف ان جيرالدو تقريبا كان تلقى عرض من البرازيل في فتره سابقه، يمكن لجنه الكوره رفضت العرض البرازيلي بسبب الضعف المادي. هل ده حصل فعلا ولا؟ ايوه، هو كان عرض برازيلي، هو على اساس باش يخرج من الاهلي المصري باش يروح للبرازيل، علشان اول حاجه عائلته موجوده في البرازيل، زوجته وابنه موجودين في البرازيل، وثاني حاجه هو لعب في البرازيل سابقا في نفس الفريق، لعب في البرازيل، عنده تجربه في الدوري البرازيلي، حب يرجع للبرازيل. هذا نحكي لك في السابق منذ 3 أشهر او شهرين سابقا، الى حد في الحين ما تعرف كل يوم وتتجدد. بالنسبه حاليا موجود في الاهلي المصري، اللاعب حيوصل في الاهلي المصري، وبكره ما نعرفوش بكره شو شو شو, شو الايام بتخبي، ان شاء الله بيكون حاجه خير وكويسه بكره في الايام للاعب ان شاء الله. بس طيب هل حضرتك يا كابتن هشام، يعني انا اكيد حضرتك تتواصل مع اللاعب في يعني على طول في كل الاوقات، هل حضرتك شايف ان اللاعب مش مبسوط في تواجده في الفتره الاخيره بسبب ان هو يمكن يعني قله المشاركات؟ كمان بتكلم على انه دايما بيكون من ضمن الاسماء اللي ممكن الاهلي يستغنى عنها من اللعيبه الاجانب مثلا. هل جيرالدو يمكن نفسيته الى حد ما شويه يعني منزعجه بسبب الكلام اللي بيتقال مثلا في الاعلام في الصحافه بشكل عام عنه؟ والله يا استاذ عمر، انا حابب نوضح لك معلومه. بالنسبه لجيرالدو ما يركزش كثير مع السوشيال ميديا، مع احتراماتي، معناها مع احتراماتي للاعلام المصري، والاعلام المصري ما شاء الله وعندي اصدقاء كثار في الاعلام المصري، اما هو ما احترم اللاعب، بيركز دوما في الكوره وبيركز على المستطيل الاخضر وبيركز على اداره النادي الاهلي، وخاصه بيركز مع المدرب بتاعته، علشان هو لاعب محترف جدا ويقوم بواجباته على احسن ما يرام. بالنسبه لكلام السوشيال ميديا وكلام النادي المصري خروجه او مش خروجه او في عرض او جالس، ده ما يركزش معاه اللاعب. تمام، هو اللاعب فرحان اللي هو في الاهلي المصري، اللاعب شان كاس رابطة الابطال الافريقيه في مسيرته الرياضيه. تمام، بكره معناها بكره في الايام
احنا مستعدين اي قرار من الاهلي المصري، اما دوما اقولها لك استاذ عمر لا، دوما انا مصلحه اللاعب بتهمني قبل كل شيء. صحيح. بس تمام يا كابتن، انا بشكر حضرتك وبشكرك دايما على تواجدك معايا كابتن هشام بن صالح. أستاذ نعم يا كابتن، اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن هشام، اتفضل. اتفضل. انا نحب نوضح حاجه فقط في برنامجك وفي جمهور الاهلي. على دماغك. معلومه فقط، انا بسمع في السوشيال ميديا وبسمع في ناس بيقولوا وكيل برازيلي ووكيل فرنسي وكلام زي ده. بالنسبة لجيرالدو دا كوستا اللاعب الدولي الأنغولي وكيل والحصري هو هشام بن صالح، شركة بلاك ستار ماما أفريكا الدولية بالتسويق الرياضي. تمام. هذه معلومة نبغي نوضحها للجماهير ونوضحها في برنامجك أنت. وشكرا. شكرا يا كابتن هشام، أنا بشكر حضرتك، توضيحك طبعا يعني بان للناس كلها، والكابتن هشام هو الوكيل الحصري لجيرالدو دا كوستا اللاعب الانجولي، واي كلام يتقال عن وكيل برازيلي وكيل فرنسي هو عاري تماما من الصحه. وبكده يكون قفلنا بقى قصه سيرينو وجيرالدو لحد الوقت الحالي. ولكن النادي الاهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين دايما بيتحرك في المواعيد المظبوطه، والاهلي كمان يعني حته جيرالدو من عدمها اكيد طبعا الاهلي يراعي الحته النفسيه او الجانب النفسي لكل اللعيبه اللي موجودة معاه. خليني بقى أكمل معاكم الأخبار.